مشاهدينا اسعد الله اوقاتكم، مشاهدينا وين ما كنتوا، دائما عبر شاشه تلفزيون الفجر الجديد يتجدد اللقاء معكم في امسياتنا الرمضانيه، وفي هذه الامسيه سنكون واياكم في برنامج جديد ومتجدد بصحبه حلويات الماسة. حلويات الماسة غنيه عن التعريف، سنكون واياكم في هذه الجوله الخاصه في المسابقات الخاصه بصحبه الماسة. حلويات الماسة لسفره اجمل، دائما ما لكم الا حلويات الماسة. مشاهدينا متابعينا، راح نكون احنا وياكم في برنامج جديد، مسابقه بين سؤال وجواب وحزيره، وايضا جوائز بانتظاركم مع حلويات الماسة. سيكون برفقتي من وراء الكاميرا براء عمر، ومني انا منتصر عناني. يسعد مساكم، وتعالوا نشوف في اولى جولاتنا مع حلويات الماسة. مشاهدينا متابعينا، بنكمل معكم مشوارنا ورحلتنا طبعا دائما مع حلويات الماسة. حلويات الماسة الاشهى والالذ دائما على سفرة شهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير. اول مشارك معنا في هذه الامسيه، يسعد مساك. مساك حبيبي، عرفنا حالك. مهند ابلان. من وين يا مهند؟ من علار. من علار، اهلا وسهلا فيك. اكيد رحت عند حلويات الماسة. اكيد طبعا. شو رايك بحلويات الماسة؟ والله شهيه جدا ما شاء الله عليها. انت شو بتحب تاكل هناك دائما؟ اكثر شيء الكناف الناعمه. الكناف الناعمه، كلهم اليوم على الكناف الناعمه والبرمه وكل شيء، كل شيء ما شاء الله عنده. طيب ايش اسمك؟ مهند. مهند، يعني اذا جاوبت على السؤال خليك تروح تاخذ جائزتك مباشره اليوم. من القائل لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي؟ كثير بنكررها، لا حياه لمن تنادي كثير، بس مين اللي قالها؟ تعرف؟ لا والله ما مرتش معك؟ مرت كثير بسمعها. اه يعني كثير بنقولها، عشان هيك في ناس ما بيعرفوا مين اللي قالها. والله هو شاعر كمان اذا بتتذكر. شو طيب مساعد الصديق متنبي؟ متنبي زوجتك؟ ها صحيح، بس والله بتغش فيك يعني. لا مش المتنبي. طيب راح نغير لك السؤال يا سيدي، روح. طيب العنبر، مش احنا العنبر بنعرف العنبر؟ صحيح. العنبر من اين يستخرج؟ يعني معروف زهرة. لا العنبر، العنبر من وين يستخرج؟ من وين؟ طيب انا بحدد لك المكان، الحوت، بس من وين؟ من اي قطعة من الحوت؟ من الحوت؟ اه من الحوت العنبر، بس من وين؟ من اي قطعة في جسمه؟ اعطيني يلا سمي شو في بجسمه؟ كبد. زبطت معها شايف؟ زبطت معها. من الكبد. من الكبد، العنبر من كبد الحوت. هاي جائزتك من حلويات الماسة، بامكانك تروح تسلمها هلا. يسلم وديك حبيبي. شو بتقول لهم؟ الف مبروك، وان شاء الله ربنا رمضان كريم عليهم. الله يكرمك على الجميع، وانت بالف خير حبيبي. حلويات الماسة، حلويات الماسة الأشا والألات دائما على سفرة شهر رمضان المبارك. نتواصل في أمسياتنا، كل عام وانتم بخير. يسعد مساك. مساك حبيبي. تعرفنا حالك؟ يذكره ومن الشمس. أهلا وسهلا فيك. حياك الله. رحت على حلويات الماسة أكيد. نعم. شو رأيك بحلويات الماسة؟ منيحة الحمد لله منيحة. شو أكثر شيء بتحب حلويات الماسة؟ الكنافة. الكنافة، كلهم عينهم على الكنافة يا جماعة. طيب سفرة رمضان كمان ما بتحلى إلا بحلويات الماسة. قرعاوي حبيبي، هلا سألنا سؤال، من القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي؟ كثير ناس بيحكوها بس الناس ما بتعرف مين اللي قالها. مرت معك؟ لا ما مرت بالمرة؟ لا لا. طيب أنا ممكن أغير لك، هو ورطك دير بالك، ورطك، بس أنا ممكن أغير السؤال. لا 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 مش المتنبي. ما تردش ما تردش. طيب يا سيدي اسمع، صلاة تسن لطلب الخير عند التردد بين أمرين، شو اسمها؟ والله ما بعرف. إذا بتعرفهاش بتتكتل أنا وياك. إذا بتعرفهاش بتتكتل أنا وياك. هلا أنت لما تصير شكك بأمر، آه بتقول يعني بآه أقبل ولا ما أقبلش، شو بتروح تعمل بالليل؟ شو يسموها؟ استنى شوي. لا شوي لأني راحت عن بالي. أول حرف ال. وثالث حرف السين. وقفت معك يا زلمة. لا عدل الهرب لا عدل. ولا وشو اسمها؟ راحت وشو جمع. جاوب عم خلص. لا 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 استنى 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 بكتب. استنى استنى شوي. هلا انت لا 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 بدك تجمع معاي، بدك تجمع معاي. اسمع اسمع، هلا انت سؤال سؤال، هلا انت بالليل يعني مرات بروح الواحد بيعمل شغلة عشان يتأكد انه يعملها ولا ما يعملهاش، شو بسموها؟ ولو هي معروفة الناس كلها بتعرفها. اها
استخاره ما اعرفش استخاره بستخير بالليل استخاره ولا اقول لك الاستخاره ما بقول لك الاستخاره لما بالليل انت او في بتتردد في شيء بتروح بتعمل استخاره عشان ايش يتاكد موضوعك بدك كله لا طيب اعطينا هذه من حلويات الماسة بتسلمها اليوم شو بتحكي له اهلا وسهلا الله يبارك فيك حبيبي تسلم دائما مع حلويات الماسة مشاهدينا ومتابعينا بنكمل معكم في امسياتنا الرمضانيه يسعد مساكم من ما كنتوا مع حلويات الماسة يسعد مساك الله يمسيك كل عام وانت بخير وانت بخير والصحه والسلامه شايفك تعبان ومرهق وحالتك حالي شو رايك الله البين رمضان بعين الله طيب بعين الله مع ان رمضان خفيف يعني رغم الحراره بس خفيف والله وبمشي قاعد بسرعه شو اليوم احنا الثالث لا اليوم احسن من امبارح واول امبارح واسرع اسرع كمان ان شاء الله أسرع. طيب تعرفنا اسمك عبد الناصر ابو شلم عبد الناصر ابو شلم مع حلويات الماسة اسمع دوله يوجد فيها اعلى عدد من الابقار وين مشهوره الدوله رومانيا لا هذوك الخروف الروماني بس في دوله اكبر عدد من الابقار موجود فيها دنمارك شو يا سيدي انا بقول هولندا انا بقوله انا بقول لا هولندا ولا الدنمارك استراليا فيش اللي هي مشهوره في البحر استراليا انت رحت على استراليا رحت عليها بالحلم يا كوبا شفت فيها ولا بكر انا رحت عليها بس شفت فيها ملاني استراليا بكر ملاني استراليا بكر شو يا سيدي لا مش استراليا لا يا عمي والله سهلة ها بعدين اقول لك شغله يلا اعطيك هيك تلميحات طيب اوه تعال 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 يعطيك العافية انا بدي اعطي تلميحات صرت انت جايبها التلميحات هناك اصلا اكثر منطقة فيها بيعبدوا الابقار وين في الهند فانا بدي احط لك تلميح فصار مجاوبها الله شو الاسم عبد السلام ابو الشوار وابو علي عبد السلام هلا بيك اكبر بلد فيها عدد من الابقار هي الهند هي الهند صح اجابة صحيحة براء أعطينا عبد السلام حبيبي هاي جائزتك من حلويات الماسة بتسلمها اليوم شو بتحكي له كل عام هم بخير وإن شاء الله بالمزيد وأحسن وأحسن إن شاء الله إن شاء الله كل عام وأنت بخير شو يا باكو نعم سيدي استراليا ولا الهند ولا الهند خلص طيب ما الهند مو سؤال إلزامي كان مش اللي كان طيب إيش لك أنا أغيره سؤالي لسه اسمع طيب بدي أشوف له بلكي هو يجاوب عنك يجاوب ياخذ مبروك عليك وعلي طيب يا سيدي ابو يعقوب طيب اسالك السؤال انت بتجاوبش هسه انت اللي جاوبت انت ضلك جاهز ياخذها اسمع سمعت شو العبهر ها العبهر والله بحياتي ما سمعت العبهر والله مشهور كمان روح مشهور كثير يعني شو الله شو بلمح عليه اسم نبات يلا العبهر يلا العبهر شو العبهر زعفران زعفران لا والله ما ضدني وانا شو هيك العصفور لا 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 العبهر عليه شو اطلق يلا هاي السؤال إياك مش إلو ما هو لمع شو إنه لأنه النبات شو أقول لك بكدونس أحكي لك هيك بالعربي يعني شو أقول بكدونس شو أقول خلص نبات شو أقول لك طيب يا سيدي أنا بدي أعطيك إشي حشيش أخضر حشيشي ما عارف شو بدي بك تعرفه يعني ذيك الشجير هذول لا شو الشجير شو يا أبو عسل شو جبتنا إياه والله سهل إيه؟ ولا حكيت العام الماضي كمان طبعا فضنا العام الماضي الحم أبو أنا منيح اللي أتذكر أنا شو وشوشنا عليه ولا شيء وشوشنا عليه غير عينك عينك دين رمضان يا رمضان الله كريم حتى احنا يا طيب يا سيدي هاي كمان سؤال غيره من هسه انت بتقول لا حياة لمن تنادي صح يا أبو يعقوب دائما بنقول هسه انت لا هذاك من كان لكن سمعت ان ناديت حيوانك عين ما تنادي طيب شو مين انه كان متلبي متلبي الله يرحمه وانا مش لو بعرف انت ابو يعقوب المتلبي زمان مات يلا ان شاء الله شو مين القائل والله ما بعرف انا لو سمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لم تنادي مين والله ما نعرف يا استاذ هاتوا ابوك من عافيه طيب يا سيدي اخر سؤال وبعدها مطلقك بالثلاثه انا 60 داهيه منيح طيب في بتعرف الحيوانات بعرفها طيب في حيوان يمتلك اكثر من معده واحد شو اجابه واحده جمل جمل اكثر من معده جمل الحوت تعال الجمل الحوت تعال شو الحوت شو الحوت شو والجمل اكثر من معده شو الحوت لا يا عمي اكثر من معده الحوت وليس الجمل هي هسه انت اعطيناك السؤال جاوبوه ما شاء الله شفت كيف عكسيه صارت يا ابو يعقوب ثلاث محاولات فشلي هاي من حلوات المساء شو بكله كل عام وهو بخير وبصحة وسلامة ومن زايد لأزود إن شاء الله كل عام وانت بألف خير
معكم دائما سفراتنا دائما لا تحلل مع حلويات الماسة، حلويات الماسة الأشهى والألذ دائما في شهر رمضان المبارك. يسعد مساكم. الله يمسيك بالخير. يعني نحمد الله الحمد لله. كيف الجو معك؟ والله ماشي الحمد لله رب العالمين. سامر بدر من طول كريم. بدر أهلا وسهلا فيك يا سامر. وانت يا باشا؟ مهنا شديد. مهنا شديد. شو كيف أجواء رمضان معكم اليوم؟ نيه الحمد لله حلوة رغم الحرارة، بس والله حلو رمضان. ليش الحكي بجنن صح أبو يعقوب؟ 100% خاصة لما تعرفش تجاوب أبو يعقوب. والله مصيبة هاي لما بتعرفش تجاوب. هلا سألنا أبو يعقوب سؤال عاد سهل جدا. قلنا له إذا بتجيب تأخذ جائزتك العبهر على إيش يطلق؟ شو العبهر؟ وشيء موجود عندنا كتير إحنا بنستخدمه كما يعني نبات. إحنا قلنا له نبات مشهور يعني. شو مر معك؟ يعني معلومات جديدة برضو بنحب نضيفها. خذ جائزتك مباشرة يلا. إيش بهارات؟ إحنا بنقول لك نبات. نبات حي. زعفران. والله بيعقوب قال الزعفران والزعتر ما خلاش ولا زعتر ولا زيت. كزبرة. على قونا عدوية شو؟ غير الكزبرة شو؟ طلع هو يعني أنا بدي أعطيك بس بعطيك إجابتين، يعني بتجاوب أنت إجابتين هو إجابتين. ماشي. هلا يا سيدي هو نوع من أنواع الورود. يلا أعطيني وحدي. الورد الجوري يعني هاي راحت. اعطيني واحد من مقابلها. عارف الجوري حكيها شو بدنا نعمل. الجوري طيب. ورد الياسمين برضو. الياسمين يعني لا مش الياسمين. طيب ضايل الوحدي. يلا ماء زهر ابو يعقوب الله يسامحك. اقول لك نبات بعدين يا نبات بنقول لك ولا ومشهور وبالربيع بنروح وملح. حنون شو اسمه؟ لا يا زلمه لا يا جماعه الخير والله لو هذا انا لو واحد بيسالني طوال طالع لحالي بدون مين شو يا سيدي؟ ايش يا سيدي؟ شو السؤال؟ العبهر. اسم على ايش يطلق؟ الياسمين. لا ما هيك الياسمين في كمان شيء. بابونج. بنقول لك ورود يا ابو بعدين يا ابو يعقوب بنقول لك ورود. يلا شو السؤال؟ سؤال على العبهر على ماذا يطلق؟ العبهر. ولا مشهور يا عم الورود. والله مشهور يا عمي. تعال نشوف الجوري. لا نشوف. تعال شو اسمه؟ ولا ما سمعتش مرش معك سعر. والله بجوز تطلع لحالها معك. مش عارف والله ما بعرف. ترى شنو من انواع الورود شو؟ مش عارف شيء. ما بيعقوب ده ابو يعقوب مش عارف. بدي اعرف انا ابو يعقوب بقول لك شو اسمه عصير وماء الورد. تعال يا سيدي نشوف. ابعد لك هاد ابعد. تعال وين رايح ابو العبهر؟ تعال. مرحبا كيفك؟ كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. سمعت شو العبهر؟ مر معك؟ سمعت بس والله مش عارف. طب اعطيني شيء ورود. شوفي شيء ورود كمان مشهور عندنا يا جماعه الخير. جوز الورد الاصفر. لا 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 ايش ثاني؟ شو ايوه قربت. شو بقولوا له؟ الورد الاصفر. لا ما بقول لك ورد يا ابو يعقوب. ورد كيف بده يتاكل؟ الورد الاصفر. شو اسمه؟ في شيء اسمه مشهور مش عارف بالضبط شو اسمه. شو يا سيدي؟ تعال نرجس. اسمع هون شو يا ابو يعقوب؟ شو نرجس؟ ولا مشهور النرجس. منقول صلنا ساعة النرجس ياسمين وجوري وفش ما ضلش ورد بالبلد. النرجس كرنفل يا أبو يعقوب. طيب هاي جائزتك من حلوات الماس. شو اسمك؟ أحمد داغر. من وين أحمد؟ شويكي. أهلا وسهلا فيك ومحمد داغر والعيلة كلها. طيب شو كل حلوات الماس؟ شكرا لكم والله يعطيكم العافية وإن شاء الله للأمام. صح وهنا يا باشا على قلبك. طيب مشاهدينا متابعينا طبعا كنا معكم في جولة خاصة بصحبة حلوات الماسة. حلوات الماسة هي الأشهى والألذ دائما والعنوان الأبرز في محافظة طول كرم. ولا تنسوا حلوات الماسة عنوانكم. مشاهدين متابعينا نتواصل معكم في أمسياتنا الرمضانية بصحبة حلوات الماسة. خليكم معنا يوميا على شاشة تلفزيون الفجر الجديد. من وراء الكاميرا معكم براء عمر ومني أنا منتصر العناني. يسعد مساكم دائما حلويات الماسة.